كرم الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين الفائزين بجائزة صحفيون في مواجهة كورونا، والتي تخصص لتكريم أفضل الأعمال الصحفية الفلسطينية خلال فترة الجائحة. وفاز مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة بأفضل عمل صحفي في تغطية عمل الطواقم الطبية خلال الجائحة، وذلك عن تقريره عن احتفال المرضى النفسيين بالعيد في زمن كورونا. نستذكر التقرير الفائز للزميل عميد شحادة ثم نحاوره. أغلق فيروس كورونا الأبواب على الناس في العيد، لكن هؤلاء خرجوا لاستقباله. منذ 80 يوما كبل الفيروس أيديهم مثلما كبل العالم كله. هذه ساحة مستشفاهم للطب النفسي في بيت لحم، أول مدينة فلسطينية أصيبت بالفيروس، ما أن وصلوا الساحة حتى انفجر الفرح. هذا الشاب طلب مني أن أعيده إلى أهله، وهذا الراقص جلس ليستريح من الفرح وربما ليتذكر، وهذه الصبية تعلق بالونات على الأغصان، وهذا يرسل سلامه للعراق. هذا العراق الشاهن قائد ما ينقاد. الله! هاي الحفلة ترفيهية وبنفس الوقت نعيد عليهم بالعيد ونقول لهم وللكم وللجميع كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير. وزعت الهدايا على المرضى الذين بدأوا بتفحص الألوان. يحتج أحدهم على الخطوط التي تكسر اللون. 100 مريض ومريضة أحيوا العيد في مستشفى الطب النفسي، وحدهم رقصوا، عاكسوا السائد، ولأنهم كذلك يتهمهم المجتمع بأنهم بلا عقول. بني مستشفى بيت لحم للطب النفسي قبل 120 عاما، كان ملجأ لأيتام الأرمن، وصار ملجأ لأيتام المجتمع من المرضى النفسيين، مرضى كان الناس ينظرون إليهم نظرة دونية. ودائما أنا بقول أنه الفن السينمائي أساء للطب النفسي، حيث أنه كانوا يعاملوا بالأفلام على أنهم مرضى مجانين، والطبيب المربط والمريض المجنون. للأسف هذا كلام بيشمله. انتهى حفل العيد. إحدى المريضات وقفت على شباك غرفتها تراقب بصمت تطاير البالونات في الساحة. عميد شحادة، العربي. ينضم إلينا مشاهدينا مراسلنا عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك عميد، مبروك أولا هذه الجائزة، تستحقها بكل تأكيد. يعني العمل كمراسل في ظل جائحة كورونا بالضبط هو كالعمل كالمراسل الحربي، العمل في قلب الحروب طبعا، لما تعرض نفسك طبعا لمخاطر الإصابة بالفيروس وكل هذه الأعباء النفسية أيضا. لماذا اخترت هذه الفكرة عميد بداية؟ طبعا فكرة أن تغوص بقصص أشخاص لديهم بعض الأمراض ربما النفسية في زمن كورونا. نعم ديما، السبب الرئيسي لأنهم مهمشون، ولأن الأطباء الذين يعالجونهم أيضا مهمشون طوال فترة كورونا. نحن نتكلم عن بقعة جغرافية وهي مستشفى الأمراض النفسية في بيت لحم، كانت شاهدة على مدى التاريخ على الكثير من التغيرات في هذه المدينة، ومن هذه التغيرات كان فيروس كورونا. الكثير من المرضى النفسيين كانوا يقفون على شبابيك هذه المستشفى وينظرون إلى سيارات الإسعاف وسيارات الأمن تذهب وتجي في الشوارع دون أن يفهموا ما الذي يجري في الخارج، سوى أنه تم توزيع عليهم كمامات لكي يفهموا ما الذي يجري في الخارج، ولم يعرفوا ما هو فيروس كورونا، ما الذي يجري هناك. وبالتالي تقديم المدينة الأولى التي أصيبت بالفيروس من خلال مستشفى الأمراض النفسية الذي كان شاهدا على الكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية في هذه المدينة، كانت لجأت إلى هذه الفكرة لأنها مختلفة. وربما عندما فزنا في هذه الجائزة فزنا بالمركز الأول، كان التقييم يعتمد في ثلثه على الفكرة وعلى الجودة التحريرية وعلى الإخراج والكثير
من المعايير التي وضعتها لجنة التحكيم. ما فهمت منهم أن الفكرة هنا كانت مختلفة، تقديم المدينة وتقديم التركيز على ناس مهمشون في فترة كورونا لم يزورهم أهل هؤلاء المرضى. كان هناك 150 مريضا، 70 منهم فقط عادوا إلى بيوتهم في أول عيد في جائحة كورونا، وبقي 80 لم يسأل عنهم أحد، وبالتالي هم مهمشون سواء هم أو الأطباء الذين يعالجونهم. وهناك نظرة كما قلنا في التقرير، نظرة دونية لهؤلاء الناس، مع أنهم ليسوا يعني عميد، ليسوا ناس عاديين معظمهم. نعم هذا يطرح تساؤل بالفعل مهم جدا، هو أنك انطلقت من جائحة كورونا طبعا للحديث عن فكرة عميقة جدا حول هذه الفكرة الخاطئة في المجتمعات العربية، كما تحدث الطبيب طبعا في التقرير الذي شاهدناه سوية. هنالك فكرة مغلوطة حول الأمراض النفسية، هناك من ينعت المريض النفسي بالمجنون، وهناك نظرة نمطية لهؤلاء لهذه الشريحة. ديما، حتى كلمة مجنون لا تعتبر هنا مسبة مثلا، ولا تعتبر شتيمة لهؤلاء المرضى النفسيين الموجودين في هذه المستشفى، منهم قادة سياسيين، منهم مناضلين فلسطينيين ضحوا كثيرا في وأمضوا سنوات كثيرة في السجون، منهم محاضرون في الجامعات، وبالتالي هذه المستشفى نظرة الناس لهؤلاء الناس الذين يدخلون إلى هذه المستشفى يعتقدون أنهم يجلبون من الشوارع لأنهم أناس يسببون الأذى، وهذا الكلام غير صحيح فعليا. هناك الكثير من حملة شهادات الدكتوراه في هذه المستشفى موجودون، ولكن النظرة عبر الأيام وعبر كل الأزمنة كانت سلبية لهؤلاء الناس، وبالتالي سواء في فترة كورونا أو في الحروب أو في أي شيء، من المهم تذكر هؤلاء الناس كشاهدين هم ومستشفاهم على ما الذي يجري من تغيرات في الخارج. العالم في الخارج حبسته فيروس كورونا، الكل كان في البيوت في أول عيد في فيروس كورونا، الشوارع فارغة تماما، الوحيدون الذين احتفلوا هم المرضى النفسيين، وبالتالي بالنسبة لي أنا كصحفي كانت فكرة مهمة جدا. نعم. تقديم الفيروس وما الذي فعله الفيروس في مدينة بيت لحم والمدن الفلسطينية، وكيف أن هؤلاء فعليا خرجوا للاحتفال موجود فيروس كورونا، لبسوا الكمامات وخرجوا للاحتفال، كانوا الوحيدون الذين صنعوا البهجة في العيد. نعم عميد، مبروك مرة ثانية وثالثة، شكرا جزيلا لك على هذا التقرير الجميل. أيضا عميد شحادة، إذن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله، شكرا لك.